حبلاني و استاذ محمد النقلي. يعني ده تاني تعاون اللي حضرتك معاه؟ لا ده التعاون فاكر رقم كامل. انا تعاونت كتير جدا مع الاستاذ محمد النقلي. الاستاذ محمد النقلي مخرجين القريبين جدا ليا فنيا وانسانيا. انا بعمل دور عماد وهو محامي، محامي شريف، محامي مؤمن برساله المحاماه، الدفاع عن الحق وعن المظلومين، شخصيه نقيه جدا. نتيجه النقاء ده ممكن يتورط في حاجات كتير. لكن في علاقه رومانسيه بين حضرتك وبين الفنان امان العاصم؟ هي في بيرتبط بيها عاطفيا من خلال القضيه، بيدافع عنها فيها وبيرتبط بيها، مؤمن بقضيتها ومؤمن بيها هي شخصيه وبيحبها جدا وتنشأ قصه يعني كبيره بينهم. تعرف في اعمال سينمائيه قادمه حضرتك بتحضر ليها؟ لا. طب مسرح بعد نجاح باب الفتوح حضرتك بتستعد؟ لا لسه.